قبل أن نبدأ، دع لايك. كانت وفاة الدكتاتور الألماني أدولف هتلر ونهاية الإمبراطورية النازية تعني خطوة نحو السلام لدى البعض، ومع ذلك ليس الجميع يعتقد أن هتلر توفي في عام 1945. لكن فهم الأسئلة المتعلقة بوفاته يتطلب فهم ما نعرفه أو ما أخبرنا به قبل موته بعشر أيام في عيد ميلاده 54 في 20 أبريل 1945. غادر أدولف هتلر بشكل مؤقت مخبأه الذي كان اسمه فهرر بونكر في ضوء النهار. في 29 أبريل تزوج هتلر من عشيقته المفضلة منذ فترة طويلة التي كان اسمها إيفا براون. للمعلومة أن زواج أدولف هتلر امتد فقط لأربعون ساعة في قبو فهرر بونكر تحت مبنى المستشارية في برلين في 30 أبريل. اختبأ هتلر بينما كانت القوات السوفيتية تبحث فوق الشوارع المدمرة. في ذلك اليوم عند وقت الغداء علم هتلر بمقتل الدكتاتور الإيطالي بينيتو موسوليني وعشيقته كلارا بيتاكي على يد حشد وتعليقهما خارج محطة وقود في قرية إيطالية صغيرة. في ذلك اليوم تناول هتلر آخر وجبة غداء لديه، وفي وقت لاحق ذلك المساء قتل هو وزوجته نفسيهما في غرفة خاصة في أعماق القبو. يعتقد أنه استنادا لطلب هتلر تم حرق جثمانه بسرعة بالقرب من القبو، كما يعتقد أن جثمانه تم استولاء عليه من قبل السوفييت. ولكن هنا حيث تبدأ الأمور في التعقيد. التقارير المتضاربة بين السوفييت وأولئك الذين كانوا حول هتلر في النهاية ساهمت في إيجاد ظروف مشبوهة لنقل ذلك، وقد ذكرت تايم في عددها لشهر مايو 1945 بأن أدولف هتلر قد دفن على قيد الحياة أو مات في أنقاض الإمبراطورية النازية المنهارة، سواء كان قد تعرض لنزيف دماغي كما ذكرته ستوكهولم أو سقط في موقع قيادته بالمستشارية كما ذكرته راديو هامبورغ، أو كان سجينا لرئيس جيستابو هايمريك هيملر. فإن أدولف هتلر قوة سياسية قد تم القضاء عليه، على الرغم من أنهم يستمرون في التساؤل حول وفاته قائلين إنه إذا كان فعلا ميتا فإن أمل معظم البشر قد تحقق. يبدو أن السوفييت سمحوا للنظريات والشائعات بالانتشار عندما دعوا في البداية عدم وجود أدلة كافية لتأكيد وفاته. في غضون شهر واحد من انتهاء الحرب العالمية الثانية أخبر قائد سوفياتي هاري هوبيكنز الصديق المقرب لفرانكلين ديلانو روزفلت بأن هتلر كان لا يزال على قيد الحياة. ثم أعلن المشير السوفياتي جورجي زوكوف أن جثة هتلر لم يعثر عليها بالفعل وأنه قد يكون قد هرب. سرعان ما انتشرت القصة في الصحف الحليفة، وبدأت الصحف البريطانية تقول أن الجثة التي اكتشفها السوفيات كانت في الواقع كانت غير واضحة. كما أفاد السوفيات أن رئيس برلين كان مقتنعا أن هتلر على قيد الحياة. ادعت السوفييت هذا كثيرا حتى أن دوايت إيزنهاور اقترح أن هتلر كان لا يزال على قيد الحياة على الرغم من سحبه البيان سريعا. لكن إذا لم يمت هتلر في برلين عام 1945 كما أخبرونا، فماذا حدث له بعد ذلك وأين؟ أبرز نظرية المؤامرة هي أن هتلر هرب من برلين عبر غواصة واختبأ في الأرجنتين. قد يكون الزعيم السوفياتي جوزيف ستالين سمح بشائعات عن هتلر يختبئ في الأرجنتين ليعرقل أعداءه الفاشلين، وربما كان الاحتمال الدائم لتهديد هتلر أيضا حركة قوية في النزاعات الإقليمية في ألمانيا. حتى حكومة أمريكا بدأت تعتقد أن هتلر قد يكون نجا. في البداية شك مكتب التحقيقات الفيدرالي في أن البقايا التي قدمت له من طرف السوفييت فعلا لا تنتمي إلى هتلر. علاوة على ذلك كان كل من جوزيف ستالين والمشير زوكوف والجنرال الأمريكي جورج باتون يتفقون بأن هتلر نجا. حسنا انتظر، لقد جاءني
دوار والله. حتى فهل هاري نجح في الهرب عبر الغواصة إلى أمريكا الجنوبية؟ أمر لا يصدق، أليس كذلك؟ وغريب بشكل مفاجئ، هناك أدلة موثوق بها على أن النازيين أنشأوا مخبأ في الأرجنتين. هرب منه كثيرون من النازيين بعد الحرب، بدءا من عام 1932 بدأ النازيون في دفع منحة لرئيس الأرجنتين خوان بيرون ضمانا لوجود ملجأ ينتظرهم إذا دعت الحاجة. كما اشترت منظمات النازية عقارات في الأرجنتين بما في ذلك مزرعة تملك العديد من الغواصات والسفن. بالإضافة إلى ذلك، كانت برلين لديها نظام مترو تحت الأرض شاسع يمكن أن يسمح بالهروب. ومن المعروف أيضا أن هناك طيارة شخصية لهتلر بطائرة فايزلر ستورك، وهي طائرة مصممة لنقل الرسائل والأشخاص بالقرب من الأراضي المستشارية. على الرغم من أنها سافرت داخل وخارج برلين بين 26 أبريل و 28 أبريل، ليس هناك دليل على أنها كان فيها راكب. لم يبدو أن مكتب التحقيقات الفيدرالي يعتبر نظرية الأرجنتين بعيدة المنال، حيث كشفت الوثائق التي أصدرها المكتب التحقيقات في هذه النظرية وثيقة أرسلت في 14 يوليو 1945، ذكرت أن مصدرا غير موثوق به زعم أن هتلر هبط في الأرجنتين حوالي في 20 يونيو، وكان وجهه مشوها، وأن الجيش الأرجنتيني ربما كان يخطط لمساعدة هتلر على السفر إلى مكان ما ليختبئ فيه ويكون سري، الذي هو بالضبط إقليم تشاكو. ورد في الوثيقة عبارة جميع الشائعات تحت التحقيق، وهي على ما يبدو أنها جملة سرية. وثيقة أخرى مؤرخة في 14 أغسطس عام 1945، ذكرت أن ممثل هوليودي تحدث إلى رجل وزعم أنه كان حاضرا عندما هبط هتلر في الأرجنتين بعد أسبوعين من سقوط برلين عبر غواصة، وهذا ما عرفناه في الأول. بالإضافة إلى أن فكرة أن هتلر فر إلى الأرجنتين، هناك نظريات مماثلة تقول بأنه لربما هرب إلى القارة القطبية الجنوبية. وبالطبع ليس هناك أدلة كافية لدعم أي من هذه النظريات. وقد أدت التطورات في العلوم مع مرور الوقت إلى ظهور دلائل التي كانت تدعم وتعارض هذه النظريات. على الرغم من الدعوة المتعمدة للشك في أن هتلر قد توفي، أبقت موسكو على الفك والأسنان التي تم استعادتهما في برلين في مايو عام 1945. في عام 2018 تم نشر دراسة في المجلة الأوروبية للطب الداخلي تزعم أن هتلر تناول سم، ولا أريد أن أذكر اسمه، وأصيب برصاصة في الرأس. شملت أيضا الدراسة فحص أسنان هتلر، حيث كانت أسنانه اصطناعية تحتوي على بقع زرقاء تشير إلى تفاعل كيميائي بين معادن أسنانه الاصطناعية والسم. حصل علماء فرنسيون على الوصول، وقد أكدوا أن الأسنان التي تم استعادتها تطابق مع سجل أسنان هتلر، وما كان معروفا عنه أنه نباتي ومرض اللتة لذا هتلر. وفي نظرهم أكدت وفاته في برلين، كما هو الحال مع معظم نظريات المؤامرة التي تتضمن دلائل مؤيدة وأخرى معارضة. وبالطبع إذا كان هتلر على قيد الحياة حتى اليوم، فسيكون عمره أكثر من 134 عاما، لذا بطريقة أو بأخرى قد انتهى. ضع لي رأيك في كل هذا، ولا تنسى أن تضع لايك وأن تشترك في القناة، بالإضافة أنك تفعل زر الجرس. كان معكم أخوكم أشرف من قناة بعد، والسلام عليكم.